مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قبل عاما بالضبط كانت هذه الأيام التي نعيش هي الأيام الأولى من حياة دولة جديدة في المنطقة، دولة اسمها إسرائيل. هذه الدولة ما كانت لتقوم وتستمر وتقوى لولا معادلة دولية أوجدتها وحمتها ورعتها وقوتها. هذه المعادلة الدولية هي ما سنبحثه مع ضيفنا الأستاذ محمد حسن هيكل. أهلا وسهلا أستاذ هيكل. هذه المعادلة الدولية سنبحثها في حلقتنا الأولى من حلقتين متتاليتين اليوم وغدا إن شاء الله، على أن نخصص الحلقة الثانية للارتدادات، ربما إن صح التعبير، المعاصرة للنكبة، سواء في لبنان ما يجري حاليا أو في سوريا أو في فلسطين أو في غيرها من تطورات المنطقة. أهلا وسهلا أستاذ هيكل. أهلا. حق يأبى النسيان هو العنوان العريض الذي اخترته الجزيرة لتذكر مرور 60 عام على نكبة الشعب الفلسطيني. نريد أن نعرف كيف اغتصب هذا الحق في سياق دولي سمح بذلك. أنا أولا متحمس جدا للعنوان. خليني أقول لك أنه حق يأبى النسيان، أنا بعتقد أنها مسألة كانت مهمة جدا لاستعادة شيء من الوعي العربي، لأني كنت قلق جدا على ما كنا فيه. حاجة تانية، أتمنى لو قدرت أن ألحق بهذا الحق الذي يأبى النسيان بقية طبيعية له، وهو أننا مشكلة أخرى اللي هي الراهنة، هو أننا أمام مستقبل يستعصي على الحاضر، أو حاضر مستعصي على المستقبل. لأنه لا فائدة في اعتقادي في عودة إلى ما كان إلا إذا كان متصلا بما هو كائن وبما هو يجري الآن هذه اللحظة. لكي أستطيع أن أضع الأمور في نصابها الصحيح واصلا بين ماضي أنت مهتم به والناس مهتمة به وبين حاضر نراه أمامنا ونرى تداعياتنا، وأنت أشرت لها، أنا هستأذنك تسمح لي أقرأ حاجة من وثيقة ظهرت لأول مرة في كتاب طالع هذه السنة لعميد المؤرخين الإسرائيليين الجدد وهو بيني موريس. وهذا الكتاب طلع هذا العام في مناسبة احتفالات إسرائيل بما تتصور أنه ذكرى إنشائها أو ذكرى استقلال، هي بتقول كده، بعرفش استقلت من مين يعني. لكن هذه الصفحة التي أريد أن أعود إليها وهي في واقع الأمر وثيقة، أنا مندهش يعني، أنا سمعت هذا المعنى الموجود فيها من قبل لكنه لم أره بهذا الوضوح. الوثيقة هي حوار دار بين اثنين من منشئي إسرائيل بلا جدال، أولهما رئيس الوكالة اليهودية وهو نحوم جولدمان، والثاني هو أول رئيس لوزراء إسرائيل ورئيس رئيس الهيئة التنفيذية التي أنشأت إسرائيل وهو ديفيد بن غوريون الذي هو بحق مؤسس الدولة. هذه المناقشة موجودة في صفحة 393 من هذا الكلام الذي كتبه بيني موريس، وهي بتقول بالضبط الاثنين قاعدين مع بعض، بن غوريون بيقول نحوم جولدمان بيقول لبن غوريون بيقول له في أمل في سلام مع العرب. هذا الكلام كان سنة 48 مش دلوقتي، بنتكلم على تصورات 48 تصورات القائمة. نحوم جولدمان بيقول لبن غوريون أنه يعتقد أن السلام مع العرب ممكن، ويرد عليه بن غوريون بالحرف إنني لا أفهم سببا لتفاؤلك بالسلام، لماذا يقبل العرب بالسلام معنا؟ إذا كنت بكلام عن نفسه زعيما سياسيا عربيا فلن أعقد سلاما مع إسرائيل، تلك هي طبيعة الأمور ذاتها، إننا استولينا على بلدهم، صحيح أن إلهنا وعدنا بها لكن ذلك لا يعني لهم شيئا، فإلهنا غير إلههم. إننا كنا في هذه الأرض من قبل، هم بيقولوا دعاوى الصهيونية بتقول كده، هذا صحيح، ولكن ذلك كان قبل 2000 سنة وهذا له معاني وقيم كثيرة بالنسبة لهم. ودعوانا في العودة أننا قسينا من العداء للسامية والنازية وهتلر لكن تلك لم تكن مسؤوليتهم. بصراحة فيما يبدو لهم فإننا جئنا لسرقة وطنهم
فلماذا يكون على العرب أن يقبلوا؟ أنا أظن هذه واضحة جدا. أقوى شيء يعني أول حاجة أنه فكرة يعني عاوز لأنه هذا الكلام تترتب عليه حاجات في أقوال بعد كده لبن غوريون إذا قبله هيستغرب أو مش هصدقه، لأنه إما أن يكونوا مش فاهمين حاجة أبدا في العصر ولا في التاريخ، وإما أنهم بيكونوا بيبيتوا القصد لأشياء أخرى. الطبيعي أنه خصمك في أي صراع لا يستطيع أن يتصور أنك أنت ما انتش دريان، وأنه جاي ياخد أرضك وأنت لا تدرك الحقيقة. إذا كان هو بيستبعد السلام معك فكيف أنت بتتكلم عن حاجة تانية؟ المسألة الأساسية هنا إيه؟ أنه عندما يستبعد السلام معك هذا معناه أنه لا يعتقد أنك حتى إذا كنت في غفلة هذا اليوم فسوف تنبه في يوم آخر، وعليه أن يستعد لهذا اليوم الآخر. حتى إذا تصور فينا غفلة غير معقولة وغير مقبولة فهو يدرك أنه هذه، على سبيل المثال لما يجي إخواننا، كان صديقنا ياسر عرفات ترحمه يقول أنا أريد أن أستعد لمرحلة قادمة ولجولة قادمة، وهذه سوف تكون هذا أطلب الانتظار لحتى يحدث. حتى بيقول نوايا إسرائيل، إخواننا في حماس النهاردة يقولوا عاوزين استراحة محارب، كأنه الطرف الآخر لا يسمعهم. اللي عايز أقوله إيه؟ أنه إذا طرف كانت له مطامع وأدرك أنك في غفلة عنها وأنك لم تدرك حقيقة ما يطلبه، فهو أولا لازم عنده خطة لمواجهتك. أول حاجة يبقيك ضعيفا وجاهلا طول الوقت إذا قدر. اثنين، يبقيك معزولا عن العصر في هذا عدم إدراك بقدر ما يستطيع. يبقيك ضعيفا، يبقيك موزقا بكل ما يقدر عليه، لكن هو يعمل في نفسه حاجة تانية. هو يدرك أنه أضعف منك، لأنه هنا خلي بالك أن بن غوريون بيتكلم على العرب، ما بيتكلمش على فلسطين بس، لأنه متمثل معنى المشكلة والظرف التاريخي الذي أنشأ إسرائيل واللي أنت أشرت له من قبل كده. فهو متمثل أن فلسطين هذه جزء من شيء، من جزء وقع الأمر تركة الخلافة العثمانية، فهو مدرك أنها شيء من جزء أو جزء من كل، وهو بيتكلم عليها وهو مدرك أنه يتعامل معها ومع محيطها. فهو يتصور إذا أنت كنت غافل هذه اللحظة، وإذا حتى الفلسطينيين لم يتنبهوا، لكن يتنبه جوارهم، فهو عليه أن يقوي نفسه، لأنه هو أصغر كثير جدا من هذا الجوار، أصغر كثير من هذا الجوار، وعليه إذا كان يريد أن يتعايش معه أنه يعمل أكبر خيارات ممكنة لكي يستطيع أن يعوض هذا الفارق. أولا فارق العلم وعدم العلم، والجهل وعدم الجهل، واليقظة وعدم اليقظة، لكن القوة هو في أنت موجود مزروع في هذه الأرض، فلسطين مزروعة في هذه الأرض. هو بيقول لك أنا رجع بعد 2000 سنة مش هيصدقه. طيب علي إذن أن أضيع ذاكرة، علي أن أقيم تحالفات، علي أن أمزق صفوف، علي لأنه ببساطة كده في أي نظرية صراع وأنت تتعامل مع عدو أكبر منك وأعمق وأرسخ في الأرض، فأول واجب عليك أنك تضعفه قدر ما تستطيع وتزود أرصدتك بقدر ما تستطيع. إذا اتفقنا على هذا اسألني على الظرف التاريخي. يعني أقصد أنت الظرف التاريخي، أنا بعتقد أن الظرف التاريخي اللي نشأت فيه فكرة إسرائيل، أنا بعتقد أنه كان في 4 قضايا. لأنه عفوا أستاذ، يعني حتى لا تضيع الذاكرة مثل ما قلت، وحتى يبقى الوعي، عندما نتحدث دائما عن إسرائيل عموما في الذاكرة العربية ربما القديمة وحتى الحديثة، نتحدث عن حق اغتصب ظلما وعدوانا، وأن المسألة كانت أساسا بدعم بريطاني، ولكننا كثيرا ما نغفل سياق دولي أو ظرف دولي أو معادلة دولية سمحت بذلك، سمحت أو على الأقل لم تعارضها. كيف نشأ هذا الكيان برضا دولي شبه كامل؟ لماذا؟ أنا عاوز أقول إن اللي أنت قلته كمان في الـ في الـ في الـ وأنت بتستبعد إنه يكون نشأ هو العطف والكذا وإلى آخره والشعور الإنساني تجاهه، ده ممكن تقول كان موجود وفي مقابله برضه غفلة من جانبنا. نعم. لكن هنتكلم عن الظرف الدولي. الظرف الدولي اللي نشأت فيه إسرائيل وهو القرن 19 نشأت فيه الفكرة، كانت محصلة 4 عوامل في اعتقادي.
الحاجة الأولانية الصراع على تركة الرجل المريض اللي هو الخلافة العثمانية، الخلافة العثمانية العرب كلهم باستمرار عاشوا تحت رابطة جامعة، وفكرة استقلال الوطن لم تكن واردة بالمعنى العصري بدرجة كافية، حتى يعني كان يتقال الشام شاملة لكل حاجة، يتقال مصر، ومصر أما كانت في الخلافة لم تتحدد لها حدود في واقع الأمر واضحة إلا بعد محمد علي. في العصر الفرعوني يمكن كان موجود في حدود واضحة بشكل أو آخر، لكن الأرض كانت مفتوحة وما كانش في دول مقيمة كبيرة بهذا التقسيم اللي احنا بنشوفه الوقت، خرائط المغرب بنشوفها. فكان واحد إرث الخلافة العثمانية مفتوح، والدول الأوروبية تتسابق عليه، وأولها فرنسا، أولها مشروع نابليون. الحاجة الثانية خلي بالك انه ارث الخلافه كان قدامه القوى الاستعماريه الطامعه فيه، لكن القوى الاستعماريه الطامعه فيه زي ما تتذكر حاولت تاخير وفاه الخلافه حتى يكون كل طرف فيها قادر على ان يرث اكبر نصيب من هذا الارث. نمره ثلاثه ظهور المساله الوطنيه. بدا يبقى في مسائل بعد الثوره الفرنسيه، بدا يبقى في مشكله الدوله الوطنيه او قضيه الدوله الوطنيه تبقى مطروحه، وفي الجو مطروح الدوله الوطنيه. والحاجه الاخيره انه كان في المساله اليهوديه. المساله اليهوديه كانت موجوده في اوروبا في القرن 19، ملحه على اليهود وملحه على غير اليهود، بحسن نيه مرات وبسوء نيه مرات. بمعنى بحسن نيه، واحد زي بالمر ستون رئيس وزاره انجلترا في وقت محمد علي اللي كان في ذهنه هو جنب اعتبارات العملية في انجلترا هو ما ورد في الكتاب المقدس عن صهيون القديمة، ممكن اعتبر انه جزء منها في مشاعره كان طبيعي وجزء منها كان استعماري، لكن هذه العوامل الأربعة هي اللي أدت إلى انه يبقى في ظرف يتيح. خلي بالك انه باستمرار كل صاحب قضية في عنده ظرف يتيح ووعي بأنه هذا الظرف متاح وتحديد لوسائل عمل ثم إرادة تستطيع أن تحقق. هنا في المشروع الصهيوني هيرسل لما جاء هيرسل بدأ وهو بيكتب كتابه عن دولة يهودية يستفيد من كل هذه العناصر، وبدأ حتى في لو تشوف تاريخ هيرسل كله هو التاريخ إدراك للعوامل الموجودة في القرن 19، إدراك المشكلة اليهودية، إدراك لضعف الفكرة الإسرائيلية، وطلبوا باستمرار أن تكون هذه الفكرة في رعاية الدولة التي سوف ترث الإمبراطورية العثمانية. بمعنى راح قبل الإمبراطورية العثمانية، لكن الإمبراطورية العثمانية لأسباب إسلامية ولأسباب ضعف إلى آخره لم تكن قادرة أنها تجيل له عايزه. فبدأ راح على الألمان يمكن ينتصر في الحرب العالمية الأولى، راح على الإنجليز، راح على الفرنسويين، لكن هذه الفكرة بمقدار ما انه روتشيلد سعى بعد نابليون ومع الانجليز، بمقدار ما هرسل سعى مع الانجليز مره تانية ومع غيرهم لغايه ما توصلوا او امكن انه وايزمان يلتقط الخيط، خيط اراده وخيط مشروع وخيط فكره من في جو تاريخي معين بعد الحرب العالميه الاولى، وخد وعد بلفور، وبعدين بدات عمليه انشاء دوله. لكن هنا في دولة نشأت في ظرف تاريخي معين لمحت الفرصة. احنا كنا بنتكلم باستمرار مع الأسف الشديد على الزاوية الإنسانية، انا هقول لك ازاي احنا بصينا لها، وهقول عشان ما حدش انا اسف وقعت اذا حاجة. لكن هنا تعال شوف كيف عالجنا موضوع فلسطين، وانت بتتكلم على العواطف والمشاعر، كيف هو أحرار الشام اللي موجودين والفكرة العربية كانت موجودة بالسماء عندهم، لكن كانت موجودة داخلة في مجمع الخلافة. لكن لما بدأ الأتراك يفكروا القومية التركية تطلع، فالقومية العربية حددت نفسها في مقابلها، ولجأ أحرار الناس اللي اتكلموا على فكرة القومية العربية من أعيان الشام وأحرارها إلى آخره، لجأوا للهاشمي وحط، لأنه باستمرار إحنا العقلية القبيلية موجودة، محتاجين لشيخ باستمرار، محتاجين لشيخ قبيلة مع الأسف الشديد باستمرار. فراحوا الناس اللي بيتكلموا على القضية العربية والوعي العربي بما في حتى مخاوفهم من فلسطين، راحوا الأمراء الهاشميين، والأمراء الهاشميين بدوا يهتموا. لكن وصلنا في الآخر إن الأمراء الهاشميين مش قادرين ياخدوا كل تصورات الدولة اللي بيتكلموا عليها الناس الأحرار اللي في الشام واللي في مصر واللي في المغرب إلى آخره. فشوف هديك
محضر بريطانيا. برضو ده من الحاجات اللي ممكن قوي تراجع في هذه الذكرى اللي اتكلم فيها. الملك فيصل اللي هو ابن الشريف حسين واللي كان ملك على العراق في بعد شويه، بيقول ايه لوزير الخارجيه البريطانيه او لمساعد وزير الخارجيه، بيقول له على فلسطين، موقفكم ايه في فلسطين؟ طب هنتكلم في الشام وهنتكلم مش عارف ايه. فيقول له سئل فيصل خلال المحادثات عن موضوع فلسطين، فاشار ان العرب مثقلون بافضال بريطانيا العظمى، وانه لن يليق بهم ان يضعوا العراقيل امام قضيه يرون الحكومه البريطانيه خير حكم فيها، ويعترف العرب بان هناك مصالح متضاربه كثيره تتركز في فلسطين، ويقرون بالادعاءات الصهاينه الادبيه، وهم يعتبرون اليهود أقارب، سيزرهم أن يروا ما هو عادل من مطالبهم تستجاب، إنهم يشعرون أن مصالح السكان العرب يمكن أن تودع بأمان في يد الحكومة البريطانية. واعتبرت الحكومة البريطانية ده تفويض عربي. على ذكر على ذكر الحكومة البريطانية، أشرت إلى أن المشروع الإسرائيلي احتمى بالقوة السائدة في زمنه باستمرار، ولكننا كنا نلاحظ كانت بريطانيا في ذلك الوقت رعت المشروع من وعد بلفور إلى إقامة الدولة إلى غيره، ثم شيئا فشيئا تحول هذا الاحتماء إلى الولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة هي الحامي الرئيسي، ولكن ليست الحامي الوحيد. يعني أغلب الدول الغربية الآن هناك إجماع تقريبا على أن إسرائيل ثابت من الثوابت. كيف استطاعت إسرائيل من معادلة دولية، ظرف دولي سمح لها بأن تقيم هذا المشروع على أرض فلسطين، إلى مجموعة من القوى تقف وراءها، وليس فقط قوة واحدة؟ الآن يمكن الحديث عن، لا أقول إجماع دولي، ولكن هناك قوة دولية مختلفة تقف مع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة. إذن لم تعد هناك أحادية في التعويل على قوة واحدة، ولا طرف في الدنيا كلها يمكن أن يعول على طرف واحد. أي صاحب حق أو أي قضية تستطيع أن تعتمد راعي رئيسي لها، حتى نشوفها في الحفلات تقول الراعي الرئيسي لهذه المناسبة كلها، لكن أنت تجمع كل من تستطيع. يغريك على بالضبط اللي أشار إليه بن غوريون اللي قال إذا كانوا مش فاهمين هتبقى مصيبة كمان، لأنه نحن كنا في غفلة، نحن سلمنا. يعني انا يعني اكسفني اقول لك، هاي مره مع هنري كيسنجر وهو بيكلمني، احنا فرطنا في الاصدقاء، بيكلمني مره هنري كيسنجر بيقول لي، بقول له العرب وصداقه العرب، فهو كلمنا كتير كده، ما هو قال لي يعني قول لي يعني هتكونوا اصدقاء لامريكا اكتر ما كنتوا اصدقاء الاتحاد السوفيتي، ما احنا شفنا انتوا عملتوا ايه. مع القضيه قضيه اننا نفرط، اولا مش واضحه قدامنا الحقوق، نفرط بسهولة، وبعدين في غيبة شرعية تمثل الأمة وتمثل الشعب حقيقة، الناس اللي بيتكلموا ويدوا وعود يتمسك بها الآخرين. يعني لما الأمير فيصل يدي أو الملك فيصل يدي مثل هذا الكلام ثم يحسب عليه أو غيره يتكلم، أو يروح الملك عبد الله كما حدث فيما بعد، يروح الملك عبد الله يرحمه ويروح إلى جسر المجامع مع جولدا مائير قبل قرار التقسيم، ويتفق معها انه هيقف هنا وده هيقف هنا، ده قفزه للامام شويه، لكنه المشكله انه احنا لم يكن هناك من يتحدث عنها. وعندما بدا هناك من يتحدث عنها تضاربت الاصوات، ولم تتضارب الاصوات فقط ولكنها تناقضت، لانه حكمت الاسرائيليين حكمهم قضيه تسابقوا من اجلها، لكن نحن حكمتنا باستمرار أسر نظم تسابقت لتأمين نفسها. هنا في فرق بين يعني لما تشوف كل الخلافات اللي بين فايسمان وبين غوريون وجولدمان، هؤلاء الناس كانوا أعداء جدا، لكن المشكلة أنهم كان خلافهم كله في أيهم يستطيع أن يقدم أكثر للمشروع. نحن بنفس المقدار، كان كل الناس المسؤولين عن القضية كلهم كانوا موجودين وكلهم كان بينهم عداءات، لكن المشكلة أن عداءتهم لم تكن سباقا إلى أيهم يخدم أكثر هذه القضية، وإنما إلى أيهم أكثر يستفيد منها. أنت وهنا ده غيبة شرعية. أتصور أنا
أن الوكالة اليهودية في ذلك الوقت كانت معبر شرعي عن مشروع وعن أمل وعن حقيقة، في حين أن النظم العربية اللي قامت بعد الحرب العالمية الثانية ولا تزال بشكل آخر، الحرب العالمية الأولى والتي لا تزال مستمرة بشكل أو آخر في الدولة العربية الحديثة، لم تستكمل بعد أساسا حقيقيا يعطيها شرعية. احنا مرات بنتكلم على القانون والدستور والكلام ده كله، ما فيش دستور وقانون الا اذا كان في اساس شرعيه مجتمع بقواه وبارادته الحره يريد ان ينشئ برضاه سلطه، وهذا جوهر الديمقراطيه. جوهر الديمقراطيه هتقول لي صندوق انتخابات، ما هوش صندوق انتخابات، ولا تعمله ازاز او تعمله خشب، شفاف ولا مش شفاف، قضيه من انت قبل اي شيء، من انت الذي تتصدى. لكن احنا عندنا ناس بيتكلموا على القضايا وهم لا يمثلوها، بيمثلوا مصالحهم. وهناك في العكس الثاني، لما تيجي تقول لي سؤالك انت العالم الدولي بيقول ايه، العالم الدولي هنا يرى انه في حد عنده حق وقادر يدافع عنه، حتى لو كان هذا الحق ليس ثابتا، حتى لو كان هذا الحق زي ما بن غوريون بيقول مش ممكن العرب يقبلوه. هو الامور وصلت استاذ هيكل الى حد انه مثلا برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الجديد في مقال نشر في يدعوت حرنوت قبل تقريبا أسبوع، يعتبر عيد ميلاد إسرائيل هو عيد ميلاد لنا جميعا، هكذا يقول. يعني كل طرف غربي لديه من إسرائيل شيء، ويعتبر بأن هذه دولة يعني أزهرت في محيط يعني مقفر تقريبا، وجعلوا إسرائيل بلد السمن والعسل. يعني ما الذي يجعل طرف، لنترك بريطانيا في الفترة الأولى، نترك الراعي الرئيسي مثل ما ذكرت الولايات المتحدة، دول تتسابق لكسب ود هذا الطرف يا محمد. هذا الطرف أثبت أنه فاعل رئيسي في منطقة حيوية العالم. في حاجة مهمة قوي، الضعيف باستمرار يدفع كل فوات الحسابات، والقوي باستمرار يطلب مش بس تطلب صداقته وتستجدى صداقته من الراغبين في مصلحه. اسرائيل في هذه اللحظه مع الاسف الشديد، هوريك كتاب تاني برضه طالع السنه دي، راسي كنت من شويه ما شاء الله كلهم السنه هذه لا كنت ماشي، ده انا هوريك كتابين. كتاب طالع يكسرد للامباير، الامبراطوريه التي نشات بمحض مصادفه، ده مش مصادفه، هي غفلتنا، لانه كل عوامل القوة في إسرائيل المفترضة لم تكن كفيلة أنها تخلق إمبراطورية تبدو في هذه اللحظة هي القوة المتحكمة في هذه المنطقة، وهي التي تضع جدول أعمال هذه المنطقة. مع الأسف أنا بقولها وأنا حزين، لأنه عمري أنا كنت موجود في 48، وقبل 48 كنت موجود في فلسطين، وحضرت العمل العربي كله في هذه السنوات الستين كلها، وأنا أرى أطلع الصورة وأنا شايف هذا الكيان لا يساوي والله كل ده. ولما الرجل اللي كتب ده الكتاب السنية طال The Accidental Empire، الإمبراطورية بالمصادفة، هي مش بالمصادفة، هي إمبراطورية لم تكن لديها مقومات أن تقوم لولا أنه المجال اللي قامت فيه كان مخلخل بحيث إمبراطورية الغفلة يعني. يا مش معقول. هو ولكن أستاذ هيكل، يعني قد تكون الغفلة، قد تكون المصادفة، قد يكون السياق الدولي، ولكن علينا أن نعترف بشيء الآن. بعد 60 عام، قد أشرت إلى راعي رئيسي ورعاة آخرون، ولكن لابد أن يكون هناك حفل لترعاه. يعني الآن لابد أن نعترف بأن هذا الكيان الذي أنشئ بشكل مفتعل وبدعم بريطاني ثم أمريكي ثم الآن بدعم ورعاية دولية شبه كاملة، استطاع هو نفسه أن يخلق حركية داخل يعني أصبحت له قوة ذاتية. هل هذه القوة الذاتية، هنا السؤال، هل هذه القوة الذاتية قادرة الآن بعد 60 عاما أن تسقط من حسابها المعادلة الدولية التي يجب عليها باستمرار أن ترعاها وتحميها؟ هل وصلت إسرائيل لا لا إلى لا هذه لا المرحلة؟ لا لا لا، لكن عايز أقول لك أن القوة الدولية اللي ترعاها، الموجودة اللي ترعاها، لازم نسلم أنه في قضية يهودية حقيقية. هذه القضية بس ما كانتش عندي، كانت في أوروبا مع الأسف الشديد، كان في قضية يهودية حقيقية. لازم أسلم أن اليهودية لها نفوذ كبير جدا في العالم، ولا ينبغي ننظر لذا كمؤامرة، لأن الناس دول بظروف تاريخية طويلة، هؤلاء الناس كانوا موجودين في منطقة وقدروا يعرفوا أنه عندهم وسائل القوة. حتى لما تشوف روتشيلد
لما عائلة روتشيلد نشأت، هم ناس أدركوا عناصر القوة، نحن أقلية وبالتالي ونحن مضطهدين أو نحن في حالة اضطهاد باستمرار في أوروبا من المسيحيين لأسباب تاريخية مش هتخش فيها، أسباب تاريخية ودينية، لكنه نحن نريد أن يكون لنا نفوذ يحمي ضعفنا، وبالتالي سوف نتوجه إلى المال. بعد المال توجهوا الإعلام، حروب نابليون كلها مولها اليهود، أقصد مولتها عائلات يهودية منها إلى روتشيلد. القرن ال 19 كله كان الناس اللي ماسكين المال، ومنطق روتشيلد في هذا بيقول لك أنا لا أريد، أنا اليهودي التائه لا أريد أن أملك عقارا لا أستطيع أن أحمله معي حيث ذهبت، أنا عايز ما لدي هو ما أستطيع أن أحمله وأن أهرب به إذا وجدت الظروف مختلفة. فأنت بتتكلم عن ناس، واحد راكموا نفوذا ماليا كبير، لازم أسلم أن عندهم إسهام حضاري كبير جدا وثقافي في النهضة، مفيش مجال. أول الثورة الفرنسوية ما فتحت ودي التصورات لحقوق الناس وحقوق البشر، هؤلاء كان من أكثر ناس استفادوا منها، وبالتالي فهم عملوا حاجة، لكن عملوا حاجة ومؤثرة كل حتة، لكن أضافوا إلى قوة المال رؤى العصر، أضافوا لها الإعلام، أضافوا لها نفاذ في الإعلام. يعني أنا لما واحد زي رئيس تحرير واشنطن بوست العتيد بن برادلي يقول لي في 10 وسائل إعلام في أمريكا هي تحدد جدول الأعمال، الاهتمامات العالمية كلها، قوة الإعلام الأمريكي هم موجودين فيه، قوة السينما، قوة الصورة دخلوا فيها. وبالتالي أنت بتتكلم عن جماعة إنسانية لها دور وتعرضت للاضطهادات، صحيح طبعا، لكن هو السؤال ما إذا أنا كان علي أدفع الفواتير؟ لكن هم أدركوا، وهذه مرة أخرى هرسل، وده بيبين، بيقول مرة بيتكلموا بيناقشوا وعطف يهود العالم وإلى آخره، هو قال نقول الكلام ده للناس الآخرين، لكن أرجوكم أن تتذكروا أنه الأوطان لا تقام بالدموع، والأماني لا تحقق بالدموع. علينا ممكن نستطيع أن نبكي أمام الآخرين، لكن في الداخل لا، ما حدش يبكي. مشكلة أننا نبكي في الداخل والخارج، حاجة تجنن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستئناف هذه الحلقة من حلقتين متتاليتين مع الأستاذ محمد حسنين هيكل في الذكرى 60 لقيام إسرائيل، أو في الذكرى 60 للنكبة ضمن حق يأبى النسيان. نلقاكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة مع الأستاذ محمد حسنين هيكل في الذكرى 60 لنكبة فلسطين. أستاذ هيكل، ونحن نتحدث عن السياق الدولي الذي نشأت فيه إسرائيل والذي ما زالت بفضله مستمرة، عندما نطالع ما يكتب هذه الأيام في الصحافة الإسرائيلية وما ذكرته حتى من ضمن هذه الكتب، نلاحظ أن هناك نبرة جريئة في تقييم الذات في مسيرة 60 عاما. يعني مثلا أحد العناوين في صحيفة هارتس، حصيلة 60، لا استقلال ولا اقتصاد. البعض يعتبر بأن فكرة المجتمع ما زال مرعوبا، هذا تحليل في صحيفة معاريف وغير ذلك من الكتابات. هل نحن العرب في هذه الذكرى 60 لدينا جرأة في نوع من المراجعة الذاتية لعلاقتنا مع هذه القضية ولعلاقتنا في تقدير مدى قوة إسرائيل وكيفية التعامل معها؟ هل لدينا نفس الجرأة في التعاطي مع الذات؟ لا، المشكلة إن إحنا، وأنا بعتقد إنها باينة قدامنا جدا، إن إحنا ليست لدينا هذه الجرأة الحقيقية. عندنا ما يمكن أن تسميه جدراء على الحقيقة، لكن ما عندناش جرأة الحقيقة. جرأة الحقيقة تتأتى أن تواجه تاريخك، وأن تفحصه بجد، وأن تواجه فكرك عصرك وزمانك، وأن تفحصه بجد، وأن تواجه تصوراتك للمستقبل، وأن تتأكد من قدرتك باستمرار تحقيقها. المشكلة فيما يتعلق بينا، وأنا بعتقد أنه في الشخصية العربية، يمكن في الشخصية العربية، إحنا هقول لك برضو مع الأسف الشديد نموذج أنا يمكن حكيته قبل كده مرة. لما كيسنجر جاي يتفاوض هنا،
أول مرة قبل نوفمبر سنة 1973 هذا الرجل لم يكن قد زار العالم العربي. زار إسرائيل، وأنا كنتش أعرف إلا ما هو قال لي إنه بعد جواب لجمال عبد الناصر يطلب مقابلة معاه، وأنا لم أكن قد رأيت هذا الخطاب. بتكلم كأستاذ، كوقتها كان أستاذ في هارفارد، لكن بعد مهتم بالشرق الأوسط. لكن هو ما جاي يجي هنا طلب أن يعرف بالشرق الأوسط، فادوله أحد مستشاري ادوله ورقتين، واحدة تحت عنوان الشيخ، الخيمة والشيخ، أنت سوف تذهب لتجد مشايخ في خيم قاعدين حواليهم ناس بيتملقوهم بيقولوا لهم قصايد شعر إلى آخره، وهم بيقولوا حاجة اللي عاوزينها. هتروح عواصم كبيرة، هي نفس الحكاية، عواصم بدوية نفس الحكاية، في الصحراء في المدن، الخيمة والشيخ، حتى ذا الخيمة حطت فوقها يعني علم معرفش إيه يعني، لكن هي الخيمة، ما تضيعش وقتك. العقلية الموجودة هي عقلية الخيمة. الحاجة التانية هي ورقة عنوانها السوق، أنت هتروح تلاقي سوق هيحلف لك ان ده والله دي بسعر السلعه كده، وانا والله ما هخسر فيها، وما اقدرش اديلك بقل من كده، وهيبتدي بسعر معين وينزل الى ربع ما طلبه والى خمس ما طلبه، لانه ليس لديه التقدير الحقيقي لقيمه السوق. هذا اسرائيل؟ لا، ولا الاثنين حول العرب؟ الاثنين حول العرب، هو بيتكلم على الخيمه والسوق. السوق الخيمه هو الشيخ والخيمه، والسوق والضجة، الصخب السوق الشرقي والصخب الموجود فيه، وهيحلفوا لك بالله العظيم انه مش عارفوا ايه وايه وايه وايه. وهو ما جاء بعد شوية انا عرفت انه عنده الورقتين دول، وكلمته فيهم وكتبتها في ذلك الوقت. لكن المشكلة ان احنا التجربة التاريخية، احنا بنعفي نفسنا من قراءة. لو اقول لك انا كنت موجود في فلسطين وقت قبل ما تبتدي الحرب، لو اقول لك كيف دخلت جيوشنا العربية للحرب، انا قبل الحرب رحت، كنت في فلسطين، رحت في، لانه بين بعد قرار التقسيم، انا كنت قبل قرار التقسيم كنت في حرب اهليه في اليونان، كنت في البلقان. لكن لما قربت حرب فلسطين ومؤشرات التقسيم باينه، جيت على طول على المنطقه ورحت فلسطين. وكان الذهاب الى فلسطين في ذلك الوقت حتى مشكله كبيره قوي، لانه دوله الانتداب بريطانيا بتصفي وبتصفي، وانا شفت بعض مظاهر التصفيه شيء غير طبيعي وغير معقول. أنا شفت معسكر حيفا بيسلم، ميناء حيفا بتسلم، والقائد اللي فيها جنرال وقتها كان كولونيل ستوكويل، وبعد كده بقى قائد الغزو في السويس عندنا. لكن على حال رحت شفت إيه الحكاية، وكنت دخلت أنا ما حدش يعرفه، في ناس كتير يعرفوا، وكلمني فيها جمال عبد الناصر، سألني إذا كان ده صحيح. أنا قابلت بن غوريون، عملت معاه حديث وقتها سنة 46، هذا لم يكن محظورا. هو كان ونشر في ذلك الوقت، ونشر في ذلك الوقت، وكان معاه موشي شارات، كان وقتها شارتوك، اسمه شارتوك. الان عندك موقف من مقابله الاسرائيليين في ذلك الوقت، لم يكن لديك نفس الاحساس؟ ده ما كانش في دوله اسرائيل سنه 46. بعدين يعني وبعدين حتى هذا الموقف، عايز اقول لك حاجه، انه هذا الموقف اللي هو لغايه النهارده انا بعتبره موقف رمزي، بتسق فيه مع نفسي، لان انا عارف انه لا قيمه له فيما يتعلق بحقائق القوة. إذا كان بيجي يروح يقابل رئيس الدولة، من هو محمد حسين كاش يقابله، مش مشكلة يعني. لكن ولكن هنا في رمزية، واحد يريد أن يتسق على الأقل مع نفسه يا أخي. لكن لما أقول لك اللي حاصل، ليست عندنا فكرة عن المشروع، ليست عندنا فكرة عن وسائل المشروع. أنا رحت في منطقة اسمها مستعمرة اسمها قضاء الخضيرة، وقتها أتيح لي أكثر إن أخش جوه المستعمرات وأشوف فيها أكثر، لأنه في سياسي مصري كبير جدا كان بيزور فلسطين، وراح وعزموه الاسرائيليين، وكان على علاقه بيهم، يعني مكسوف اقول لك انه ابا ايبان كان هو مرافقه. وابا ايبان كان مين هو؟ محمد حسين هيك الباشا، رئيس مجلس الشيوخ. انا رحت معاه، وانا كنت بسبب له مشاكل بسبب تشابهه الاسماء، لمحمد حسين هيك، محمد حسين هيك. فدخلت، هم كانوا مهتمين بي جدا، ما كانوش مهتمين بي أنا. لكن أنا بعد كده شفت مستعمرة في قضاء الخضيرة، وهي لغاية النهاردة اسمها الخضيرة، لكن أذهلني عدد تصنيعها للعربيات مدرعة. وكان معايا الأستاذ محمد يوسف، كان مصور أخبار يوم في ذلك الوقت، وصورنا. ولما رجعت كتبت الكلام ده كله في مجموعة مقالات اسمها النار فوق الأرض المقدسة، حاولت كصحفي شاب ألفت النظر إنه هنا في خطر. ف أما رجعت
رئيس تحريري وقتها الاستاذ مصطفى امين قال لي ان رئيس الوزراء عايز يشوفني، وانه قرا الكلام الموجود اللي انا كاتبه ومنزعج منه جدا. رئيس الوزراء كان وقتها محمود فهمي النقراشي باشا. ورحت قابلت، فاكر ان انا رحت شاب وصغير وقتها سنه 48، بتتكلم عن راجل عمره 23 سنه ولا حاجه، ومتحمس وكده واخد الجلاله وحاجات كتير قوي كده. لكن دخلت عند مدير مكتب رئيس الوزراء، مدير مكتب رئيس الوزراء كان وقتها اسمه الاستاذ كامل الضماطي. بص لي كده قال لي انت اللي بتكتب كام؟ قال لك ده كام؟ فخدني عند رئيس الوزراء. فرئيس الوزراء برضه عمل نفس الملاحظه، انت اللي بتكتب الكلام ده كده؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي يا ابني انت بتضر الروح المعنويه. ليه يا فندم؟ قال لي الكلام ده مش صحيح. قلت له انا شايف بعيني. قال لي ده مبالغات جرايد. فندم انا شايف لا وعلى اي حال كان رايه انه عدم دخول الحرب، تو بي اونست عشان ابقى امين معاه، رايك رايه عدم دخول الحرب، لانه في ذلك الوقت كان دخل في مفاوضات مع الانجليز ويريد ان يفسدها بانه يعرض جيش مصر لاي مشكله. كان على دعوة قدام الانجليز، انا اريد ان احتفظ بجيش مصري لقدرته على ملء الفراغ على قناه السويس، فطلعوا من عندنا. فما كانش عايز، لكن بعدها بيومين ثلاثه قرر يحارب، الملك فاروق قرر يحارب، لانه الملك فاروق قرر يحارب وهو اتجاهه سليم في هذا، لكن وسائله مش موجوده. على ذكر حرب 48 استاذ هيكل، ونريد ان نتناول الان لماذا لم نفلح لا في الحروب ولا في الصفقات السياسيه. على ذكر الحروب، حرب 48، وهنا يعني فعلا نريد ان نفهم، عندما نذكر سنة 48 نذكر عدد محدود من الدول العربية المستقلة، ربما 5 أو 6 في تلك المرحلة، جيوش مضعضعة، دول حديثة النشأة ليست لها مقومات كبيرة، الشعور الوطني والتعبوي ضد إسرائيل كان ربما لم يكن يعني في ذلك الوقت بشكل قوي وبارز، ومع ذلك هذه الدول خاضت حرب بغض النظر عن التفاصيل، قررت خوض حرب. لماذا تلك الدول وهي حديثة النشأة في ذلك الوقت، وحتى ارتباطاتها مع البريطانيين عليها أكثر من نقطة استفهام، استطاعت في ذلك الوقت أن تدخل الحرب مع إسرائيل ومع المشروع الصهيوني في 48، في حين عجزت الدول العربية بعد سنوات أن تفعل نفس الشيء وبنفس عايز أقول لك أنه هذه الدول اللي تتكلم عليها هي اللي ضاع منها 78.5% من أرض فلسطين. لهذه لم تكن دول، أنا هقول لك ولم تكن، هقول لك ببساطة كده، هل ممكن أن تتخيل أنه هذه الدول العربية مجتمعة كلها وضعت في ميادين قتال واحد ما لا يزيد عن 30,000 جندي على كل جبهات، في حين إسرائيل حطت 101,000 متطوع جندي ومتطوع. حاجة تانية إنه هو كان عنده يجي على أقل تقدير 120-135 جنرال كانوا موجودين في الحرب العالمية الثانية، يهود في الجيش السوفيتي، في الجيش الأمريكي، في الجيش الفرنساوي، وقد استدعوا جميعا لكي يقودوا معركة. حاجة الثالثة، نحن لم تكن لدينا فكرة عن حرب ولم نكن داخلين لكي نحارب. أول حاجة عشان أقول لك لم نكن داخلين لنحارب، إحنا كنا داخلين باتفاق مع القوى المسيطرة إنجلترا بالتحديد أننا سوف نبقى في حدود قرار التقسيم، لأنه لا نريد العرب أن يتجاوزوا خارج لسكان فلسطينيين مع الأسف الشديد، لأنه وقت ما دخلنا كانت القضية أخذت من الفلسطينيين وبرضه في تقصير من جانبهم، لكن على اي حال فاحنا دخلنا ملتزمين حدود التقسيم لم نتجاوزها، لم يتجاوز احد، وبالتالي لم نكن نحارب الا قدام تجاوزات راها الاسرائيليين، واحد تجاوزات راها الاسرائيليين خروجا عن الخطوط، او لما اكتشفوا ضعفنا بدوا يتجاوزوا لدرجه انهم اخترقوا الحدود المصريه وكادوا يطوقوا الجيش المصري، ودخلنا في مشكله فظيعه جدا. لكن احنا دخلنا ناس ما عندناش فكره عن الحرب. الحرب قضية واحد لابد لها من العلم، لابد لها من التجربة. لما أنا أشوف الحرب، أنا طلعت يوم من الأيام، أنا كنت في عمان، أديك نموذج الحرب، طلعت عمان وعمان جت عليها غارة من طيارة واحدة إسرائيلية ضربت قنبلة قرب قصر غدان في 48. أنا طلعت المقر زي ما كانوا بيسموه القصر، لانه كان جم وزراء الخارجيه يومها يتكلموا، وزراء الخارجيه العربي قابلوا الملك عبد الله اللي هو كان قائد الجيوش العربيه كلها، مفروض قائد الاعلى، لكي
يقرروا وقف اطلاق نار ولا مش وقف اطلاق نار. فانا طلعت المقر والملك عبد الله لسه وزير الخارجيه ما كانوش موجودين، وانا كانت عندي علاقه، هو كان راجل حقيقه كان كريم جدا معايا جدا، وكان كان نفسه قوي يوصل للصحافه بشكل او اخر، وكان عنده معرض لهجوم خصوصا من الصحافه المصريه، وانا كتبت عليه كويس والراجل كان سعيد بيها قوي. لكن طلعت لقيته ماشي بيتمشى في القصر يوميها صبحيه بعد ما جت الغاره امبارح بالليل، فرضوا اطفاء نور كامل في عمان. انا وانا طالع على قصر الغدان، قصر الغدان منور، فانا رحت له لقيته بيتمشى في الجنينه منتظر وزير الخارجيه. سيدنا سلم عليه الرجل كتر خير، قلت له فندم انت قصر منور عمان تحت مظلمه. قال لي انت عايز ملك هاشم يقولوا ان ملك هاشم اطفى انواره خوفا من اليهود؟ قال لي ده انا امبارح، وانا بقول لك بحقيقي يعني، هو بيقول لي لما جت الغاره انا لم اسكت، انا خرجت برا القصر واخذت رشاشا ومعي مناور، مناور ده كان تشريفات القبائل معاه، وهو صار يرصد الطائره وانا اطخ. ايه ده؟ اذا كانت دي حرب، فالحرب تحتاج اولا الى علم، تحتاج ما هو اهم تجريد موارد، اهم الى تراكم تجارب. الحروب الامم لا تتعلم الحرب، مش من اول خبطه الناس تهرب من الحرب. ولكن هذا كان في مثلا، هذا كان مضحك الى حد ما في سنه 48، جاءت بعدها حرب 67، جاءت بعدها حرب 73، لماذا لم نستفد من كل هذه الدروس؟ استفدنا في حاجات، استفدنا منها. انا بعتقد ان 67 مثلا، بس انا بعتقد ان في حرب 56 استفدنا مما جرى 48. في حرب 67 انا بعتقد ان احنا واجهنا كارثه سوء تقديرات وسوء اداره ليس له مثيل. ولم تكن في، انا في اعتقادي ما يجرحني اكثر ليس هو ان اضرب، احنا مش في عصر فرسان واعتبر ان الهزيمه في حرب هو عار يلحق به، انا اعتبر انه هذا فشل اصابني وعلي ان انجح في تجربه سابقه. لكن تجربه مقبله و 73 انا بعتقد انه احنا استفدنا من 67 وعملنا حاجه عظيمه جدا، لكن السياسه لم يكن لديها صبر. السياسه في كل مره حاربنا فيها في فرق ان تكون الحرب قرار سياسي، وفي فرق ان تدخل السياسه الضيقه في كل قضايا الحرب. كلام مش ده يومك، احنا ما فهمناش ابدا حرب. لكن عايز اقول ايه، ان حرب الامم تتعلم الحروب. المانيا اتعلمت الحروب بهزائم ساحقه وقاتله، اتعلمت. فرنسا اتعلمت ازاي، انجلترا في المستعمرات والحروب. الشعوب تقاسي لكي تبني تجاربها، لكي انا عارف قوي انه سهل، انا عاوز كل تجربه هي بناء في حجر، قد لا يكون حجر في قوس نصر، لكن حجر في صرح تجربتي مع العالم ومع الحرب بالدرجه الاولى، لانه الحرب وسيله من وسائل الصراع لا يمكن حد يفهمها ونحن لم نفهمها. هل استفدنا من دروس الحروب 48 56 67 73 ونحن نخوض تجربه المفاوضات؟ لان كثيرون أو لأن كثيرين يعتقدون بأن المفاوضات هي نوع من أنواع الصراع مع إسرائيل. أول حاجة أنك أنت، عشان بس أنا بستغرب أنك تقول كده، أنت ناسي أن احنا قلنا أن آخر حروب، ساعة ما قلت أن آخر حروب ألغيت أساس المفاوضات. أنت تحارب تخش مفاوضات ليه؟ الطرف الآخر يخش، لكن السادات فقط قال لا آخر الحروب معلش. يعني السادات كان القوة المؤثرة في ذلك الوقت. لكن أنت بتخش الحرب ليه؟ بتخش الحرب لكي تحقق هدفاً، ولكي تستعمل تحقيق الهدف او وجودك في ميدان القتال او ما تحصلت عليه في ميدان القتال تستطيع ان تترجمه الى معنى سياسي. هو ده معنى المفاوضات، انك شوف كل ما هو على الارض يترجم في مائده مفاوضات، ما فيش مائده مفاوضات مستقله على الارض. لكن المشكله اللي عملتها انت انك انت قبل المفاوضات قلت اخر حروب، فدخلت مجردا من السلاح. مفروض انك تروح بالمفاوضات وانت مسلحا بكل ما لديك ادبيا معنويا ماديا وسلاحا نار. لكن انت قبل ما تخش المفاوضات قلت لاخر حروب خلاص. ولكن في اثناء المفاوضات اندلعت الانتفاضه الفلسطينيه، مش هي ده المؤثر، جرت حرب لبنان. لا 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 يعني لا. يعني لم تكن الامور راكده. صحيح ان على الصعيد الرسمي قالوا اخر حروب، ولكن اندلعت في الاثناء المواجهات. لا في فرق بين اندلعت انا بعتقد ان هذه المفاجآت اللي بتتكلم عليها هي نشأت نتيجة للطريقة اللي انتهت بها الحروب.
لأنه تعالى ما تقول لي الانتفاضة. الانتفاضة كانت ثورة شعب أدرك أن الجهود الكبرى لتحقيق هدفه وقفت بطلت، فهو بدأ. لبنان أرجوك تفتكر أن لبنان كانت نوع من الحرب الأهلية، والغزو الإسرائيلي اللي حصل في لبنان كان استغلالا للحرب الأهلية، بمعنى أن كل الحروب اللي احنا خضنا فيها فيما بعد كانت نتيجة لفشل ذريع جدا في استيعابنا لفكرة حرب، ودخلنا في أشياء هي أقرب الحرب الأهلية. حتى لما تيجي تتكلم في حرب اللي حصل في العراق أخيرا، احنا زعلانين من الأمريكان، ناسين أن الدخول الأمريكي للعراق جرى كله من أرض عربية. هذا احنا كنا في نوع من الحروب الأهلية داخل العالم العربي، استفاد بها آخرون لتكملة حرب علينا. أستاذ هيكل، ونحن نتحدث في هذه الحلقة على الأقل عن المعادلة الدولية والظرف العربي والسياق الذي سمح بقيام إسرائيل واستمراره، هل يمكن أن نشهد تغيرا دراميا في المعادلة الدولية بما يمكن أن يؤدي إلى زوال إسرائيل؟ البعض يتحدث، يعني البعض أشار إلى زوال، السيد حسن نصر الله تحدث عن زوال إسرائيل، بعضهم يتحدث هذا المشروع مآله الفناء في النهاية. مثلا فقط للتوضيح، نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا استمر لسنوات وكان يحظى بدعم سري أو علني من جهات دولية نافذة، فجأة انقلبت الأمور وجرى ترتيب معين وجرت انتخابات وخرج مانديلا من السجن، وأصبح جنوب أفريقيا الآن على الأقل على الصعيد الرسمي الدولي غير جنوب أفريقيا التي نعرف. هل هذا وارد بالنسبة للمشروع الصهيوني في فلسطين؟ أقف قدام جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا نجحوا فيها دولة التمييز العنصري، على الأقل زالت شكلا وإن لم تزل موضوعا. عايز أقول لك التمييز العنصري، قوة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا لا تزال موجودة ولا تزال عندها المصالح المادية، وإن تركت الواجهة السياسية لحاجة تانية. لكن هنا بتيجي تتكلم على عنصر البشر. كان عندك 3 مليون من جنوب أفريقيا أجنبي، الجنوب أفريقيين ممكن يسمى بوارز اللي انت عايزه، وكان قدامهم في المقابل في 9 مليون أفريقي. التوازن السكاني هنا كان بيلعب دوره وهو مهم جدا، لكن التوازن السكاني قدام التوازن المعرفي كان مسألة بسيطة جدا، كان مسألة مما يمكن حلها بتوافق نضالي. كان في مانديلا واللي عمله، كان في المناضلين اللي اشتغلوا في المقاومة، وكان في كذا، وبالتالي قدرت بسبب 9 مليون بني آدم ممكن يبقى لهم قيمة، وزنهم له قيمة قدام 3 مليون إنسان عندهم كل الثروة، لكن قدرت توصل إلى نوع من معادلة أنهت شكل التمييز العنصري ولا احتفظت بالتميز في الثروة. هنا دي المشكلة اللي تواجهها، واللي إسرائيل مدركة جدا. ساعة ما ابتدى بدأ نابليون يفكر في المشروع الإسرائيلي أو يفكر في مشروع الدولة اليهودية كحاجز يعزل مصر عن المشرق، ولا مش عايز اخش في تاريخ برضو كتير عشان مش عايز اعجب بيه قوي، لكن كان في يهود في اللي اكتشفوا نابليون ان كل اليهود في فلسطين في ذلك الوقت 5000. لما انشات الدوله كانت 500,000، وكان عرب حوالي 1 مليون واكثر. اللي حصل انه في الارض المحتله، وهنا تيجي قضيه الاستيطان، هنا ادراك اسرائيل انها واحد. عايز اقول لك حاجه، اسرائيل بتتكلم على كل ارض فلسطين، وإذا أنشأت دولة فهذا كله كلام مؤقت. والقضية اللي ما تعمله النهاردة هو برضو هرجع لك كتاب جاني بغير الأكسنتري بارت، لوردز أوف ذا لاند، هو السبع على الأرض، سبع على إنك تجيب ناس يستحملوا. ده برضو كتاب جديد طالع في الموضوع ده في ذكر 2008 بيعاد طبعهم كلهم في مناسبة الذكرى، سواء كانت حاجة ظهرت قبل كده أو جديدة. لكن هنا في واحد يدرك انه عليه ان يستولي على الارض، لانه يدرك انه عدم استيلائه على الارض مشكله شافها في جنوب افريقيا، وعليه ان يغير موازين السكان. ولن تسمح اسرائيل لا بحق عوده ولا لاجئين ولا كل الكلام ده كله هنفضل نتكلم فيه، لكن هم كل يوم يخلقوا امر واقع لانه لا يريدوا مصير جنوب افريقيا. التوازن السكاني، عاوزين بلد يسيطر على كل الارض التي يقيم عليها وعنده سكان يملأوا هذا الفراغ، لكن مشكلته بقى الحقيقة، وهنا المأزق، انه تاريخيا محكوم عليه. امتى حكايه اي حد يقول 20 25 سنه 100 سنه الكلام ده كله؟ ما اعرفش. اي مقارنات مع الحروب الصليبيه بتصور انه ده قد يغري يعني، ولو انه في شبه اشبه بحالتنا احنا بالتمزق في العالم العربي، لكن مش في المشروع الاسرائيلي نفسه او المشروع الصليبي نفسه. القضيه قضيه
انه ال ال احنا هم عارفين بيعملوا ايه، بيملوا بياخدوا ارض وبيملى ببشر وبيطلع بقيه البشر، واحنا بنتكلم على اوهام سياسيه، احلام سياسيه. تصور وجود دوله، لن كل هذا كله. لو قامت الدوله الحاليه مطروحه حاليا، لا يمكن لاي دوله ان تقوم في فلسطين، لا يمكن. مشروع شهران كانت انه تقيم دوله، مستحيل لانها متقطعه ومتوزعه. اسرائيل تريد كامل ارض، لكن تريد ان تضمن انها موجوده، لكن مشكلتها اللي كنا بنتكلم في الاول، لانها تدرك انه في حواليها محيط عمال يكبر وعمال يغتني، وبيكبر ويغتني، وهذا الحجم من السكان مع هذا القدر من الثروه، مع هذا القدر من الحيويه الشبابيه، لانك بتتكلم عن بلاد الافريج ايج، متوسط العمر فيها، متوسط السكان فيها عمرهم ما بين 20 ل 25 سنه. هيحصل تغيير كبير جدا، وهنا هو ده الخطر. الخطر قدامها هو ما رأى بن غوريون من انه، فهم فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما هماش فاهمين. معقول يكتشف انه الناس اللي مش هيقبلوا سلام قبلوا سلام، ويعرف انه هذا سلام الضعفاء، وانه عليه ان يبقيهم باستمرار ضعفاء، وهذا خط دفاعه الاول عن نفسه. ولكي يبقيهم ضعفاء لابد ولابد ولابد، لانه حواليه بحر. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حسنين هيكل. غدا بإذن الله، وبعد أن قلبنا بشكل سريع المعادلة الدولية التي نشأت فيها إسرائيل والتي بفضلها تستمر، غدا بإذن الله نلتقي لنتحدث في بعض تداعيات إن صح التعبير ما حدث سنة 48، ولكن منظورا إليه مما يجري الآن من تطورات سواء في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين أو في غيرها. نلتقي غدا بإذن الله. إلى اللقاء.